قطر تواصل الأكاذيب في المحافل الدولية. وزير الخارجية القطري يدعي أن بلاده لا تدعم جماعة الإخوان المصنفة على قوائم الإرهاب، وأن دعم الدوحة لمصر لم ينقطع حتى بعد رحيل الرئيس المنتمي للجماعة. قطر has not been supportive for Muslim Brotherhood or political Islam, but this stereotype has been repeated now for a long time. Our support went to Egypt when the military council was in power. We continued our support after what happened and after the overthrow of Morsi, and we didn't stop this. تصريحات وزير الخارجية يكذبها مفتي جماعة الإخوان المتواجد في قطر، والذي يتخذه أمير البلاد مستشارا خاصا له بعد منحه الجنسية القطرية. أي مصر هذه؟ مصر لا وطنية ولا عربية ولا إسلامية بهذا الوضع إطلاقا. وما زال القرضاوي يواصل التحريض على مصر عبر الفضائيات المملوكة لقطر، رغم أن القاهرة طالبت الدوحة بتسليمه على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب. بالتأكيد قناة الجزيرة والمتابع لها وما طرح عليها من أقاويل ما يسمى بالشيخ القرضاوي وتبريره للتفجير واستهداف المدنيين، هذا أمر لا يستقيم ولا يمكن أن يقبل. تمول دوحة أيضا فضائيات الإخوان التي تحرض على القيام بعمليات إرهابية في مصر. أنا بقول لكم على الهواء اقتلوا ضباطه، أنا عايز أقول لكل زوجة ضابط جوزك هيتقتل. هذه القنوات التي تحرض على القتل تمول شهريا من قطر بشكل مباشر بحسب اعترافات منشقين عن الجماعة. من قطر 300 ألف دولار، 300 ألف دولار لقناة الشرق وحوالي 250 ألف يورو لقناة مكملين. لا تدعم قطر مصر بل تناصبها العداء، وتصريحات وزير الخارجية لا تخدع أحدا. وإن كانت الدوحة تسعى للمصالحة مع القاهرة، فالمطالب المصرية واضحة لم تتغير. 14 مطلب، 14 احنا بنطلب ايقاف الدعم وعدم التدخل في شؤون الاخرين. مصر سياستها الثابته انها لا تتدخل في شؤون، وكمان من حقنا ان احنا نقول اي دوله اخرى لا تتدخل في شؤون.